طبعا انا عمري ما شفت حد بيرسم بالطريقه الغريبه ديت، بس بجد الطريقه اللي الراجل ده بيرسم بيها عبقريه جدا، والراجل ده فعلا فنان فنان. لا والله بجد هيعمل حاجه جامده. صلى على النبي واشترك في القناه ودوس لايك للفيديو، وخلينا نشوف الراجل ده هيعمل ايه. يا جماعه بجد انا والله اول مره اشوف حد بيرسم بالطريقه دي. شايفين يا جماعه؟ هي رسمه جامده بصراحه.